ما معنى الحصان في السيارات؟ يتحول مصطلح القدرة الحصانية حول القدرة والقوة، فهو مصطلح مشترك يستعمل في الكثير من المجالات، وذلك يعود لأواخر القرن الثامن عشر حين قام المهندس الإسكتلندي جيمس وات بعدة تجارب على الحيوانات، وذلك للتمكن من الحصول على وحدة تمثيل القدرة، حتى توصل للحصان والذي يمكن أن يقدم 4562 كيلوغرام في المتر من الشغل في الدقيقة الواحدة. القدرة الحصانية في السيارات. يمكن تعريف القدرة الحصانية الخاصة بالسيارات على أنها معدل قدرة السيارة على القيام بالعمل، وبالتالي هي القوة التي يقوم المحرك بإنتاجها. كما يتم قياس القوة الحصانية لمحرك السيارة عن طريق جهاز يسمى مقياس القوة، أو بالإنجليزية دينامومتر، والذي يعتمد بشكل مباشر على تطبيق الحمل على السيارة أو محرك السيارة، ثم قياس قدرة المحرك بالتغلب على ذلك الحمل. وفي معظم الأحيان يكون ذلك الحمل قوة كبح تطبق على إطارات السيارة من قبل الجهاز، إذ يقوم الجهاز فعليا بقياس عزم الدوران الخاص بالمحرك على سرعات دوران محرك مختلفة، ليتم بعد ذلك عملية رياضية وهي ناتج ضرب عزم الدوران بالسرعة ثم قسمتها على 5252 لينتج عدد الأحصنة أو القدرة الحصانية عند سرعة دوران المحرك معينة. زيادة القدرة الحصانية للسيارة. تعتمد القدرة الحصانية للسيارات على القوة الناتجة من محرك السيارة وقدرتها على ممانعة قوى الكبح المختلفة، لذلك يمكن زيادة القدرة الحصانية للسيارة كما يأتي: أولاً بتقليل وزن السيارة، وذلك بالتخلص من كل ما هو غير ضروري. تعديل نظام طرد الغازات، وذلك باستبدال الأنابيب بأخرى كبيرة تسمح للغازات ونواتج الاحتراق بالخروج بحرية. ثالثاً تركيب فلتر الهواء الحر، والذي يسمح للهواء بالدخول بحرية إلى المحرك لضمان أعلى أداء له. خامساً تشغيل الشاحن التوربيني أو الشاحن الفائق. وأخيرا إعادة برمجة جهاز الحاسوب الخاص بالسيارة، كما يمكن أيضا وضع برامج تلائم نوع الشاحن الهوائي المستعمل لضمان أعلى أداء للمحرك.